كلمة وميض هو جاي من النور وجاي من الضي. الإنسان دايما بيحب فكرة الضي عشان يكشف له الحياة ويكشف له الطريق. فكرة الوميض كمان هي جاية من أول ما تلمسي الحجر، إنك بتعملي شرارة بيتوجد كيان للحجر أو بيتوجد تشكيل للحجر. فمجرد إنك بتلمسي الخامة نفسها، العدة اللي بتشتغلي بيها للحجر، بيخلق شرارة. شرارة دي هي وميض. نفس الموضوع في تشكيل شغل الإزاز، في تشغيله بيبقى فيه نار، فيه جزء من يعني جزء من الضي موجود في الشغل. حورية من الفنانات اللي بدأوا من خلال نفخ الإزاز اليدوي، كأنها من الأزازين بتوع زمان دول اللي هم موجودين من أيام الفراعنة، وعملت منها حالة جميلة قوي. أنا بعتقد إن هي كانت سباقة بالنسبة لحد أكاديمي، لأنها أكاديمية أصلا، واشتغلت عليها بمثابرة وبحس عالي جدا وبصدق، عشان كان الناس وصلت ليها التجربة بنفس الحب وبنفس الإحساس اللي هي قدمته بيها وبنفس الصدق اللي هي قدمته بيها. نوعية دي من المعارض أنا بحب قوي إن تبقى موجودة عندي في قاعة العرض، لأن هي أولا لفنانة شابة، وأنا من رأيي يعني من أول يوم أنا وجدت فيه في المكان إن أنا أتيح الفرص للفنانين الشباب، لأن هم أكتر فئة محتاجة تتشاف ومحتاجة دعم عشان يقدروا يستمروا ويكملوا. فطبعا حورية من الفنانات المتميزات جدا في مجالها، وحد من الناس اللي بتشتغل بقلب وبتشتغل بحب لبلدها، فده طبعا أظن باين في كل قطعة من عملها. يعني فنانة بتعكس الروح المصرية، وأنا سعيدة قوي بوجود المعرض ده عندي في المركز النهاردة. يعني